بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في قلب معمل الزيت، هذا الحاجز الذي كان أشرس حواجز على الاستيراد، كان يكلف الناس كثيرا والاعتقالات، وتوجد فيه كثير من الشبيحة. بس تحكينا إيش الأحداث اللي صارت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. شاركت معظم الكتائب والألوي في تحرير هذا الحاجز، ونحن لواء سيام حق كنا من أحد الألوي التي شاركت في تحرير هذا الحاجز. الله أكبر. 12/10/2012.